هاي جريد 1، معاكم لسه بقى سيد محاضرة الاستمناء. قبل ما ابدا الفيديو بتاع النهارده، انا عايزه بس اقول لكم ان انا ليا قناه على اليوتيوب، واتمنى ان انتم تدخلوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب على القناه عشان اوصل لكم كل جديد. ده اللينك بتاع القناه، تخشوا تعملوا شير ولايك وسبسكرايب عشان ابعت لكم الفيديوهات الجديده. وطبعا انا عندي عامله جروب على الواتس ايب، او الرقم التليفون قدامكم اهو، اللي عايز يدخل معايا واضيفه عشان ابعت لكم كل جديد وتتابعوا معايا الشرح اللي احنا بنشرحه. اوكي. كان المره اللي فاتت احنا كنا خدنا تشابتر 4، كان اخر تشابتر احنا خدناه المره اللي فاتت. وكان في التشابتر، كنت عايزه اقول لكم بس في كلمات في كل تشابتر احنا بناخده، كان في كل شابتر، في كل تشابتر احنا بناخده في حاجة عندنا بناخدها في الآخر اسمها الإيه، الكورنرز أو الكلمات اللي هي بتبقى في الشابتر. كان في عندنا كلمة زي كلمة ليرن، زي كلمة بي سيف، لو تفتكروها معايا، معلش سوري بس عشان أنا نسيت نزلت وخدت إيه الشابتر اللي بعده. نبص هنا مع بعض الكلمات اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت، افتكروا لو تفتكروها معايا نفتكرها مع بعض الكلمات دي. أوكي. كلمه زي كلمه هنا، بصوا لي هنا معايا، بص بقى معايا هنا في الكلمه، في الحاجات اللي احنا خدناها، خدنا كلمه learn يتعلم، خدنا كلمه be safe كن امنا، وخدنا كلمه share ideas اللي هي شارك الافكار، خدنا كلمه food water and shelter. الكلمات دي احنا خدناهم المره اللي فاتت، وقلنا ان احنا هن ايه المفروض ان احنا ايه نذاكر الكلمات، نذاكر الكلمات دي ايه مع بعض. اوكي. هنا معانا النهارده ريفيجن، معانا النهارده ريفيجن هنقعد هنراجع فيه، هنراجع فيه مع بعض. اوكي. في النهارده ريفيجن، هنراجعوا مع بعض الريفيجن ده. بصوا هنا معايا، هناخد النهارده هناخد ديفيجن النهارده هناخده مع بعض تشابتر 4. بص بقى معايا هنا، ممكن نحل النهارده على تشابتر 4 اللي خدناه، هنحل النهارده عليه اللي هو كان التشابتر اللي كنتوا بتتكلموا، كنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، كنا اتكلمنا عن ايه؟ اللي هو كان اتكلمنا فيه عن اور كوميونتي اللي هو ايه المجتمع بتاعنا. اوكي. وقلنا اتكلمنا عن السكول، وقلنا مين ال مين الاندستريال، الاندستريال جوبس والان اندستريال جوبس، اتكلمتكم عن، وقلنا ايه زي الايه، قلنا البيلدر، وقلنا اتكلمنا عن التيتشر، اتكلمنا عن النيرس، اتكلمنا عن الكلام ده كله. النهارده بقى هعمل لكم بيت سايز على الحاجات اللي احنا خدناها المره اللي فاتت. بصوا بقى معايا هنا في السايز اللي قدامنا ده اللي احنا هناخده دلوقتي. طبعا الحاجات دي انا حليتها معاكم قبل كده، طبعا هنعمل ليها ريفيجن تاني هنحلها مع بعض. بس هنشوف بقى النهارده تشابتر 4 اهم حاجه اللي احنا حليناها، احنا كتبناها في الحصه اللي فاتت، هنحله بقى مع بعض في المره. اوكي. بصوا بقى هنا معايا تشابتر 4. اور كوميون او اهو ده اللي هو الدرس بتاعنا اللي هو اسمه اور كوميون. بص انا بقى معايا هنا عندنا رولز، رولز اللي هي قواعد. ات هوم اي هيلب ماي فاميلي، في البيت انا بساعد اسرتي. اي ارينج ماي ثينكس، ارتب الاشياء، او اي تايدي ماي روم، ممكن تقول برضه اي تايدي ماي روم. ات سكول اي ريسبكت ذا انفايرمنت، اي ريسبكت ذا انفايرمنت يعني ايه؟ بحترم البيئه. اي ستادي ويل يعني انا اذاكر. جوبس in our community، الوظائف الموجودة في المجتمع بتاعي اللي هي ايه؟ teacher، doctor، builder، police officer، farmer. تعالوا نقرا مع بعض تاني. teacher، doctor، builder، police officer، farmer. تعالوا بقى نحل الاكسرسايز اللي قدامنا ده. هنا بيقول put right or wrong،
عايزين مديني حاجات وانا يعني اديني سنتنسز، انا اشوف الرونج سنتنس والرايت سنتنس واحط هنا رايت وروند على السنتنس اللي قدامي. بص انا معايا اي دونت هيلب ماي فاميلي، انا مش بساعد اسرتي. طبعا انتوا شفتوا فوق احنا لما كنا بنقول في الفاميلي ايه؟ اي هيلب ماي فاميلي، يبقى لما يجي هنا يقول لي اي دونت هيلب ماي فاميلي احط رايت اور رونج؟ لا طبعا احط ايه؟ رونج. I study well، أنا بذاكر كويس، يبقى هنا right. لأن أنا لما study well I will إيه؟ I will pass the exam or I succeed. يبقى ده right ولا لأ؟ طبعًا هحل من هنا right. I respect the environment، بحترم البيئة، يبقى هنا إيه؟ طبعًا هنحط هنا right. طيب I arrange or I tidy my things، الإجابة هنا تبقى right. Doctor treats يعني يعالج sick people، sick people اللي هم الناس المريضه، هيبقى رايت اور رونج؟ طبعا هيبقى رايت. بص هنا ايه في الكومبليت ده، ممكن يجي لي هنا كومبليت يقول لي jobs in our community such as، طبعا انا مديكم كذا jobs هنا اهوت، انتوا المفروض تكتبوهم. يعني ممكن نقول مثلا teacher doctor police officer، من الحاجات اللي احنا هنكتبها. هم شوفوا هنا مديني كام؟ مديني 3 jobs بس، هنكتب مثلا teacher doctor بوليس اوفيسر، الحاجات اللي احنا تبقى لكم على البورد برضه كده عشان تبقوا شايفينها معانا اهي. اوكي نكتبها كده، هنقول دكتور اللي هي جوبس ان اور كوميونيتي، ان اور كوميونيتي، اور كوميونيتي ار كده ايه، تيتشر teacher a teacher doctor و a and teacher doctor and police officer and، او ممكن اقول مثلا ممكن اقول fire fighter، بس خلاص بلاش fire fighter عشان ايه تبقى كتيره عليكم. ممكن اقول police office، تعرفت كتير لو تعرفت تكتبوا police police office اللي هو او policeman اللي هو الشرطي، بوليس مان هو المفروض ان هو بوليس مان بوليس اوف. يبقى عندنا دكتور تيتشر دكتور اند بوليس مان. اوكي دول طبعا دول الايه الجوبس الموجوده فين في عندنا. ممكن اكتبه، ممكن اكتب هنا ممكن مثلا اشيل دي مثلا اكتب فاير فايتر اللي هو برضو رجل الاطفاء. هو مش رجل الاطفاء ده موجود عندي في الكوميونتي بتاع موجود. وممكن اقول بيلدر، ممكن اشد برضو اقول لك بيلدر. اوكي يعني مش لازم ان انت تكتب زي ما انا كاتبه، ممكن تكتب انت ايه، شوف انت الجوبس الموجوده في الكوميونتي بتاعنا ايه ونكتبها. اوكي نرجع تاني للسلايد بتاعتنا. بص هنا مع بعض، وانا هنا قلت ايه تيتشر دكتور، ممكن اقول فاير فايتر او بوليس اوفيس، ممكن اي حاجه من الثلاثه اللي احنا ايه احنا قلناهم فوق اهو. لو انتوا تفتكروا الجوبس اهي قدامنا هنا بوليس اوفيس. اوكي بص بقى مع بعض هنا، اي هيلب ماي فاميلي، انا بساعد اسرتي ات هوم اور ات سكول. اسرتي انا بساعدهم فين؟ الفاميلي موجوده فين؟ في الهوم. هنقول ايه ات هوم. I think you are perfect for me. Thanks a lot. Until we meet again. Good night.